بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا رب العالمين تجعله الصعب سهلا. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نحل اختبار رقم 2 تراكمي صف ثاني الإعدادي على الوحدة الرابعة في حساب في مساحات المثلثات. في السؤال الأول اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. مثلث مساحته 15 وطول قاعدته 5، يبقى عاوزين نجيب الارتفاع. أنا عارف إن المساحة بتساوي نص القاعدة في الارتفاع. طيب يبقى هنا عندنا هنا المساحة 15 سنتي بتساوي نص في 5 في الارتفاع. اضرب 2 في 15 تبقى 30، يبقى الارتفاع بتساوي 30 على 5 بيساوي 6 سنتيمتر. مساحة متوازي أضلاع الذي فيه طول الضلعين متجاورين 7 و5 وارتفاعه الأصغر 4، فإن القاعدة بتساوي، يبقى عايزين نجيب القاعدة، عاوزين نجيب مساحته. مساحة المتوازي لو كان في عنده ضلع كبير وضلع صغير وبيقول الارتفاع الأصغر، يبقى الارتفاع الأصغر ده محصول بين الضلعين الأطول، وبالتالي يبقى أنا عندي القاعدة هتبقى هي طول الضلع الأطول، القاعدة والارتفاع اللي هو الايه الأصغر الأربعة، يبقى 4 في 7 ب28. مساحة المستطيل الذي بعدها 3 و8 مساحته بتساوي كام؟ 24. طيب بإيه هو ايه بالنسبة لمساحة المثلث الذي طول قاعدته 8 وارتفاعه 6؟ نص القاعدة في الارتفاع، يعني نص 4 في 6 4، نص 8 ب4 في 6 ب24، ودي مساحته ب24، يبقى اذا هو بيساوي مساحة المثلث. طيب بعد كده السؤال الرابع، ألف باء جيم د متوازي أضلاع مساحته 60، المساحة ب60، فإن مساحة المثلث ألف باء جيم، يعني هذا متوازي أضلاع مساحته 60 اسمه ألف باء جيم دال، يبقى إذا مساحة المثلث ألف باء جيم ده، طبعا مساحة المثلث ده مشترك مع المتوازي في القاعدة ومحصور بين خطين متوازيين، يبقى إذا مساحة المثلث بتساوي نص مساحة المتوازي، يبقى مساحة المثلث بتساوي 30 سنتيمتر مربع، نص مساحة المتوازي. أكمل ما يأتي، إذا كان طول ضلعين متجاورين في متوازي أضلاع 8 و10 وارتفاعه الأكبر، يبقى أما يقول الارتفاع الأكبر يبقى محصور بين الضلعين الصغيرين، يبقى القاعدة أحد الضلعين الصغيرين، يبقى القاعدة هو الضلع الأصغر اللي هو 8، ارتفاعه الأكبر محصور بين الضلعين الصغيرين، وبالتالي هيبقى 8 في 5 ب40. مساحة المثلث تساوي ايه بالنسبة لمساحة متوازي الأضلاع المشترك معه في قاعدته والمحصور بين ضلعين مستقيمين، بين مستقيمين متوازيين أحدهما يحمل هذه القاعدة، بتساوي نص مساحة المثلث بتساوي نص المتوازي اللي محصور معاه بين ضلعين متوازيين ولهما نفس القاعدة. مثلث مساحته 24 وارتفاعه 8، فإن طول قاعدته المناظرة، طبعا القاعدة قلنا القاعدة بتساوي 2 في المساحة على الارتفاع، بتساوي 2 في المساحة على الارتفاع، الارتفاع ب8 والمساحة ب24 في 2، على 2 في 1 2 في 4 4 في 6 بتساوي 6 سنتيمتر، يبقى القاعدة بتاعتنا المناظرة 6 سنتيمتر. السؤال بعد كده، في الشكل المقابل ألف باء ج مثلث اهوت، عندي زاوية قايمة هنا، هنا قايمة، يعني قصده ده ارتفاع دي قاعدة، ده ارتفاع لقاعدة أو العكس، يعني ألف دال في باء جيم بتساوي ألف باء في ألف جيم،
ودي بتفكرنا بإقليدس، نظرية إقليدس اللي هي كانت تطبيق على نظرية فيثاغورس. في الشكل المقابل، الشكل قدامي ده بقى عايزين نركز فيه شوية عشان المسألة دي عاوز تركيز، اللي هو السؤال رقم 3 ده. في الشكل المقابل أ ب ج د مستطيل و س ه واو ج متوازي، اثبت أن مساحة المستطيل أ ب ج د بتساوي مساحة المتوازي ده. عشان أثبت المساحتين دول بيساوي بعض، يبقى لازم أعمل أي حاجة، أي عمل، علشان العمل ده هيوصلني لأنني أثبت حاجة مشتركة بينهم، وليكن العمل هناخده س ب، لأن س ب دي هيوصلني لإيه؟ هيوصلني لأن المثلث ب س ج مشترك مع المستطيل أ ب ج د في القاعدة محصورة من خطين متوازيين، يبقى إذا المثلث س ب ج يساوي نصف مساحة المستطيل. طيب لو انتقلنا للمتوازي س ه ج واو و س ب ج برضه هنجده مشترك معه في القاعدة، ومحصور رأسه على تقع على خط الموازي القاعدة، يعني المثلث هو نفسه بيساوي نصف مساحة المتوازي. يبقى مثلث بيساوي نصف مساحة المتوازي بيساوي نصف مساحة المستطيل، يبقى إذا المتوازي مساحته بتساوي مساحة المستطيل. كده أثبت. بنقول العمل والبرهان نصل س ب، إذا مساحة المثلث س ب ج بتساوي نص مساحة المستطيل أ ب ج د، برضو مساحة المثلث بتساوي نص مساحة المتوازي س ه واو ج، إذا مساحة المتوازي بتساوي مساحة المستطيل، إذا مساحة أ ب ج د بتساوي مساحة س ه واو ج. السؤال بعد كده، في الشكل المقابل دي 6 دي 8، وأوجد مساحة المثلث ه ب ج بتساوي نص في 6 في 8، نص القاعدة في الارتفاع بتساوي 3 في 8 ب 24 سنتيمتر. أوجد بالبرهان مساحة متوازي الأضلاع. طبعا أنا عندي مساحة المثلث ه ب ج المشترك مع المتوازي أ ب ج د في القاعدة، هو محصور بينهما بين خطين متوازيين، بيساوي نص مساحة المتوازي، يبقى إذا مساحة المتوازي بتساوي 2 في مساحة المثلث بتساوي 2 في 24 بتساوي 48. في الشكل المقابل، السؤال الرابع، في الشكل المقابل دوت أ ب ج أ ب ج د و ه ب ج واو متوازي أضلاع، وده المعطيات الأخرى إن الأربع نقط دول على استقامة واحدة، معنى الكلام يعني اثبت أن مساحة شكل أ ب م د، عاوز اثبت إن مساحة شكل أ ب م د بيساوي مساحة الشكل ه م ج واو، عاوز اثبت الاثنين دول. طبعا هنقول ان المتوازي أ ب ج د والمتوازي ه ب ج واو مرسومان على قاعدة واحدة، وهو متوازيان بين خطين محصورين بين خطين متوازيين، يبقى هما متساويان في المساحة. مين ومين؟ أ ب ج د وه ب ج واو. هنطرح المثلث ده رقم واحد ده من الطرفين، من المتوازي ده والمتوازي ده، ينتج الشكل دوت بيساوي الشكل ده وهو المطلوب. تمام. لسه بقى السؤال الأخير، في الشكل المقابل اثبت أن
عندي شكل مقابل، عندي هنا ألف جيم بعشرة، وباء جيم بتمانية، وألف واو بخمس. يعني عاوز يحسب مساحة ألف باء جيم، ألف باء جيم مساحة المثلث ده، وعاوزين طول باء هاء، عايزين طول باء هاء. طبعا مساحة المثلث دوت بتساوي القاعدة في الارتفاع. لو ان انا خدت ده باء جيم قاعدة، يبقى انا بسقط عمود على القاعدة او امتداد القاعدة. فالعمود ألف واو بيسقط على القاعدة او على امتداد القاعدة، بيتقاطع على الامتداد في النقطة واو. يبقى اذا الخمسة دي هي ارتفاع والتمانية هي القاعدة. يبقى اذا مساحة المثلث بتساوي نص في خمسة في عشرة، بتساوي 25. دي 10 بتساوي 25 سنتيمتر مربع. طيب عاوزين نجيب طول، لو انا اخذت دي القاعدة هيبقى هاء باء هو الارتفاع. طب هاء باء مع مجهول، لكن انا حسبت المساحة. يبقى اذا هاء باء اللي هو الارتفاع بيساوي المساحة اللي هي 25 في 2 على ضعف المساحة على القاعدة اللي هي 10. 25 في 2 ب50، على 10 بتساوي 5 سنتيمتر. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الاختبار، ونرجو منكم دعم المشاركة، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.